أما بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة مصر للطيران هتسير 15 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن. النهاردة طبعا هتقام مباراة النهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بين مصر والراس الأخضر على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر الساعة 9 بالليل، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مصر للطيران هتسير 15 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وده بواقع 8 رحلات جوية من جدة للقاهرة، من بينهم رحلة واحدة لبرج العرب و7 رحلات جوية من المدينة المنورة للقاهرة لعودة إجمالي 3600 حاج. النهاردة هيستأنف نادي سينما المرأة اللي بيقيمه المركز القومي للسينما فعالياته الساعة 7 بالليل على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر عرض كل من فيلم إيزابيل وفيلم العودة إخراج سارة شاذلي وفيلم ربيع ممطر إخراج أحمد خليل. النهاردة هتقام مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بين مصر والرأس الأخضر على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر الساعة 9 بالليل. كمان النهاردة المنتخب الوطني للجودو هيغادر لكينيا للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية للشباب والناشئين المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 لحد 24 يوليو الجاري.